يا مساء الخير واهلا وسهلا بحضراتكم. نبدا معاكم اسبوع جديد، اسبوع مهم طبعا، يعني بدايه طبعا هارد لك منتخب مصر قدام قطر النهارده والخساره بركلات الترجيح. يعني كنا نتمنى ان احنا نودع البطوله بشكل افضل، لكن في جميع الاحوال احنا بالنسبه لنا يعني اعتقد انه معظم جماهير الكره في مصر تتفق معايا انه بالنسبه للمصريين الثاني زي الثالث زي الرابع، واتمنى المعلومه تكون واصله وواضحه لمستر كيروش. انتهت مرحله التجارب والتعارف، يعني اعتقد انه من هنا يبدا الحساب الفعلي، واعتقد ان مستر كارلوس كيروش وجهازه خدوا فرصه كافيه جدا عشان يجربوا ويجربوا ويجربوا، لكن في النهايه منتخب مصر مش حقل تجارب، فهنكتفي بالتجارب حتى هذه اللحظه ومن هنا نبدا الشغل الجد، لانه بمنتهى الصراحه اداء المنتخب اجمالا في البطوله، مش بتكلم على ماتش النهارده، مش محتاجين خبير كره عالمي زي كارلوس كيروش عشان يجي يقدمه مع منتخب مصر. وفي ظني وفي تقديري انه في 4 أو 5 اسماء محليه مصريه ممكن تقدم اداء افضل من اللي تقدم مع منتخب مصر في مشواره، سواء في المرحله الاخيره من تصفيات كاس العالم او في بطوله كاس العرب. بطوله ما فيهاش مكاسب؟ لا، فيها مكاسب طبعا، ما حدش يقدر ينكر ده، واهمها انه في اسم او اثنين وممكن تقول كمان 3 اثبتوا احقيتهم في التواجد في منتخب مصر في المشوار اللي جاي، واعتقد ان هم يستحقوا الفرصه. اعتقد كمان واحده من المكاسب هي عوده الروح، وان كنت بشوف يعني او في تقديري وظني انه الجماهير المصريه اللي كانت ماليه المدرجات وكانت بتساند وبتشجع جمهور منتخب مصر هي اللي وصلت للعيبه الحاله دي واللي نقلت او ترجمتها اللعيبه على ارض الملعب في روح وشخصيه منتخب مصر اللي ظهرت على بعض الفترات. والسؤال اللي مفترض برضو الحقيقه انه يشغل الجهاز الفني، اذا كنا قادرين في بعض الاوقات او في بعض المباريات او في بعض الظروف اللي بيتحط فيها، وخصوصا لما تكون ظروف تحت ضغط زي ما حصل مثلا في الشوط الثاني من مباراه الجزائر، نظهر بشكلنا الحقيقي ونظهر بامكانياتنا الحقيقيه ويظهر منتخب مصر بشخصيته الحقيقيه، ليه ما بنعملش ده من البدايه وليه ما بنعملش ده في كل مباراه؟ ليه دايما ارتضينا ان احنا نكون رد فعل بدل ما بنكون فعل؟ على كل الاحوال هنتكلم، وخصوصا طبعا انه احنا على بعد ايام من بطوله امم افريقيا، وهنتكلم طبعا ونتابع مع حضراتكم. طبعا حضراتكم عارفين انه بعثه نادي الاهلي وصلت بالفعل لقطر، ومن يعني اللحظه اللي وصلت فيها بدات التحضير والاستعدادات لمواجهه مهمه جدا ومنتظره جدا لعشاق المارد الاحمر في كل مكان. ان شاء الله نهايه الاسبوع هيكون الميعاد على ارض الدوحه اللي كان وشاحل وعلينا قبل كده في اكتر من بطولة. هنقابل الرجاء المغربي، هنواصل مع حضراتكم متابعتنا لاستعدادات وتحضيرات النادي الاهلي، كل الاخبار اللي انتم بتسمعوها على السوشيال ميديا المتعلقه بمشاركه الدوليين اللي كانوا بيلعبوا النهارده مع منتخب مصر، موقف بدر بانون، موقف احمد عبد القادر، موقف محمود متولي، كل ده هنتابعه على مدار الحلقه النهارده في السادسه. ومش ممكن ابدا الحلقه النهارده من غير بقول كل سنه وانت طيب يا شنو. النهارده الشناوي حارس مرمى مصر الاول ونجم النادي الاهلي بيحتفل بعيد ميلاده ال 30. الشناوي من مواليد 18 ديسمبر 88 تحديدا، 33 سنه بيوصل لهم الشناوي وهو في قمه تالقه. النهارده الحقيقه كان حاضر جدا وبقوه، ما اثرش الحقيقه على طول المباراه، وهو الحقيقه الحارس يعني اللي يحسسك دايما انه مصدر للامان والاطمئنان. شناوي مع الاهلي مشوار طويل جدا من نجاحات، بنتكلم طبعا على 13 لقب حققهم الشناوي مع المارد الاحمر، منهم بطولات طبعا محليه، منهم بطولات قاريه، وفي بعض الاوقات وفي بعض المناسبات وفي بعض اللقاءات الحاسمه كان الشناوي ليه الدور الرئيسي الحقيقه في حسم كتير من الالقاب للنادي الاهلي. بفتكر منهم مش كلهم طبعا، على سبيل المثال دور الكبير اللي لعبه في تحقيق برونزيه كاس العالم للانديه في مباراة المواجهة أمام بالميراس، وإن شاء الله بإذن الله الحقيقة مش بس حارس كبير لكن كمان قائد مهم وقائد كبير جدا يقود الفريق لتحقيق مزيد من البطولات. فما كانش ممكن أبدا نبدأ حلقة النهاردة من غير ما نقول كل سنة وانت طيب يا شنو.